ببلوك نوت معي السيد شارل حلو، منسق تنفيذي لجمع التبرعات بسان جود تشيلدرن كانسر سنتر، ومعي كمان الي متري ليضحكنا شوي، لا لانه عامل دعايه معطاها من التشيلدرن كانسر سنتر كمان لجمع التبرعات. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير شارل. الي مش ما فيني بس شوفك ما اضحك، ما بعرف جربي 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 كل شيء لاشوف، يمكن القصه من شعراتك. خلينا نحكي جد شوي. طيب شارل، حضرتك منسق تنفيذي لجمع التبرعات بمركز سرطان الاطفال سان جود بالحمراء، ونحن اليوم عاملين مثل نوع من حمله لجمع التبرعات، ان كان بالاس ام اس او بشراء بطاقات التومبولا تبع هوم سويت هوب، او اكيد على الويب سايت اللي عندكم. خبرنا شوي اكثر عن هوم سويت هوب وعن كل الطرق الباقيه اللي بيقدر نبلش. اول شيء بس بدي خبرك شوي عن المركز شو بنعمل. فمركز سرطان الاطفال بلبنان نحن جمعيه اخذين على عاتقنا علاج الاطفال المصابين بمرض السرطان مجانا بدون اي كلفه على اهلهم. هل هي جمعيه عالميه شعر؟ مركز سرطان الاطفال بلبنان هي جمعيه لبنانيه. نعم. بس في عندنا الافيليشن او التفاهم مع سان جود، مستشفى سان جود للابحاث المتعلقه بالاطفال بامريكا، يلي هي من المستشفيات الاهم بعلاج مرض السرطان بالعالم، ومستشفى الجامعة الأمريكية بلبنان. نعم. مشان هيك مركزنا بلبنان هو بقلب مستشفى الجامعة الأمريكية، وأكيد بالتعاون مع سان جود. وكأنه فرع من المستشفى. فعاملين هالثلاثية بين الجمعية ومستشفى الأيو بي أو مستشفى الجامعة الأمريكية وسان جود بأمريكا. نعم. هو المركز 100% مجاني. سوري 100% مجاني للأطفال. أكيد الأهل ما بيدفعوا أي شيء بالمركز، اعتمادنا الوحيد على تغطية هالكلفة كلها هي جمع التبرعات. نعم. يلي بنعمل برامج لجمع التبرعات بلبنان، برامج مختلفة يلي اليوم حنحكي عن اثنين منهم، يلي هو الهوم سويت هوب، السحب الخيري يلي السنه بلشنا فيه بتموز، اللي مش بس بيقدروا يساعدوا الاطفال كمان ليكملوا علاجهم، ولكن كمان فيهم يربحوا بيت ببيت مسك. مزبوط. والسحب اكيد رح يصير ب 25 الشهر نهار عيد الميلاد من بيت مسك الساعه 8:30 مساء، ورح ينقل كمان مباشره على ام تي في. فباقي اربع ايام بس، يلي ما لحق يشتري التيكت يلي هي عباره عن 200 دولار حقها، وحقها بالكامل عم بيروح لمركز سرطان الاطفال. اشتروا اليوم كثير 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 على 70 35 15 15. مزبوط. فاليوم هي الحمله اجمالا، رح نحكي عن حمله هوم سويت هوب لحتى نجرب نخلص باع البطاقات، ولكن في طرق ثانيه بيقدروا يتبرعوا فيها. اكيد هلا باول هيدا الشهر بديسمبر بلشنا حمله كمان ثانيه لجمع تبرعات يلي هي الاس ام اس كامبين، يلي اي شخص في يتصل. ما هيك الي؟ الك يدية بالموضوع. الي يدية؟ لا الشغل علي. يا فاكيد الي كمان كان من الاشخاص يلي ساعدونا بهي الحمله ويلي نشروها اكثر حتى العالم يعرفوا فيها بشخصيته، اكيد يلي كل العالم بتحبها. عملتوا دعايه الي. يس. خبرنا شوي عنها، كيف اول شيء يعني كيف تم التعامل؟ ليه قبلت الي؟ يعني انا اكيد انه يمكن في كثير جمعيات بيطلبوا منك انه تشارك معهم او بحملات او بدعايات، ليه اخترت بالتحديد سان جود تشيلدرن كانسر سنتر؟ بلش نزم بالعالم. انا عندي مشكله انه في كثير جمعيات بلبنان. ما هيك حزرت انا. نازعين صيت الجمعيات. صح. لانه في جمعيات ما لهم عازه، هن لمجرد نساء راقيات في المجتمع، عبالهم يعملوا شيء بحياتهم ليتسلوا، ياخذوا صور على المجلات انه نحن بنعمل شيء، فهيدي حجه لياخذوا هدول الصور. ف صراحه الثقه بالجمعيات اللبنانيه شوي مفقوده، لا من وراء هدول الجمعيات يلي هن ما عم يعملوا شيء، يلي هن يعني مجرد ما عم بتحس انه في مصداقيه. ما في مصداقيه، فهيدا يعني عم بيروح الصالح بظهر الطالح، يعني الجمعيات يلي عن جد عم تشتغل مثلهم عم بيعانوا من هيدي المشكله. يعني كانوا عم ياخذوا من دربهم شوي. مش فكره عم ياخذوا من دربهم، يعني هيدا اللبناني يلي بده يتبرع بيجي بيطلع انه ما ثلاث ارباع بيقول لك انه ما الجمعيات ما عم يعملوا شيء، فبطل يتبرع لحدا. فهون المشكله. بس في طريقه كثير هينه، في طريقه كثير هينه، اذا بتروح عند حيلا جمعيه او بتفتش جوجل او على الويب سايت او على حيلا شيء، بتطلع بتلاقي انه هيدي الجمعيه عم تعمل اشياء، هيدي الجمعيه ما عم تعمل شيء. سو يلي بده يتبرع في يعمل نقزه افور صغير. هل في تراخيص شار لهالمواضيع؟ هل لازم الجمعيات الخيريه تاخذ تراخيص؟
أكيد ما فيها جمعية تشتغل على الأرض إذا ما كانت مرخصة من الدولة. والرخصة أكيد موجودة يعني مع كتير جمعيات اللي هي منها فعالة ومثل كان عم بيقول ما عندها مصداقية. شارل شو الإيفنتس اللي بتعملوها خلال السنة يعني مثل هالحملة اللي عم بتصير حالياً لجمع التبرعات، وهل في مثل مدخول شهري لل Children Cancer Center من أشخاص معينين أو يمكن من ما أعرف؟ هلأ الاعتمادنا الكامل مثل ما قلت من شوي هو على جمع التبرعات. وجمع التبرعات بتصير عبر البروغرامز أو البرامج لجمع التبرعات. وما عم نعتمد أكيد ما فينا نعتمد على أشخاص، شخص معقول هالسنة يعمل هالتبرع سنة جاي يمكن ما يعمل. فاعتمادنا هو على العالم بشكل عام بكل المستويات وبكل المناطق بلبنان، لأن الأطفال يلي عم يتعالجوا عنا كمان هن من كل الأعمار ومن كل من 19 أكيد ونزول ومن كل المناطق اللبنانية ومن كل الانتماءات اللبنانية. فالاعتماد عم بيكون على البرامج مش على الأشخاص. البرامج شو هي يعني؟ هلا مثل ما كنا عم نحكي البرنامجين يلي حكينا عنهم، الاس ام اس، بس يمكن ما قلنا الرقم يلي فيهم يبعثوا عليه الاس ام اس. بتتذكر الرقم؟ 1106 05 خرفين. فأي شخص بحب يتبرع بدولار بيبعت اس ام اس على يعني هي اسهل طريقه وارخص طريقه يعني ولا مزبوط. يعني كل الناس بيقدروا يتبرعوا بطريقه الاس ام اس انه هي كلها دولار واحد. دولار ماشي دولار واحد يعني ما بنشتري فيه علكه 100%. طب عدلنا اياها شوي بليز. شو بعد هيك بجديه انه تبرع على 11.05؟ لا هي انه تبرعوا بدولار على 1105 اوكي وحطوا بعتوا كذا مسج لي. كيف كانت تصوير الدعايه مع طه؟ طه اللي هو كمان مصاب ب طه هو مريض ب وانت ما حسيت وقت طويل اخذت معي وقت طويل يعني حتى لليوم بعدني شاكك انا انه ما حسيت ابدا انه باشي. ما بتحسي انه باشي لانه هو الولد ما بيتصرف كمريض، بالعكس يمكن بده يبين انه هو ما باشي، بده يلعب وبده ينكت وبده يتغنج وبده يمثل ومبسوط مبسوط بالكاميرا. من هيك لقيته مبسوط كان. قد ايه اخذ معكم وقت التصوير الي؟ ماشي كان 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 اخذ وقت اقل من حيالله دعايه ثانيه عم تتصور. سريع. مبسوط طه بالدعاية؟ أكيد طبيعي. إلي بس يعني من بعد تصوير الدعاية حسيته وكأنه يعني دغري لما حكيناك إنه ركضت وجيت فينا نقول، يعني حسينا وكأنه صرت هيك مشارك أكثر مش بس بالحملة ولكن مع الأطفال اللي عندهم سرطان. يعني هل حاسس إنه بعد على بالك تعمل أشياء ثانية؟ أكيد أكيد إيه، لأنه أنا بعتبر حالي فنان. الفنان هو مفروض يكون انسان انسان قبل ما يكون حساس فنان، حساس اكثر من غيره بفتكر. اكزاكتلي exactly. انه اذا هذا الانسان ما ركض وما عمل يعني انه ما إلي قيمه يعني ما إلي عازي بالمجتمع. يعني حسيت انه هون عم بتفيد اكثر من اي شيء بتعمله. كل شيء ثاني انا بعمله هو انترتينمنت. الفن هو انترتينمنت. اذا بيحمل رساله هو انترتينمنت حامل رساله. اذا بقدر استغل هالنتفت الشهرة يلي عندي اياها لا اقدر فيه خصوصا انه انت كوميدي الي يعني اكزاكتلي انه اذا بقدر فيد بركض لفيد. يعني مثل روبن ويليامز مثلا الفيلم يلي عمله باتش ادمز. روبن ويليامز هو معروف عنه هيز كوميديان. الفيلم يلي يعني يعني بتوافق معه اكيد ديفنتلي لانه الضحك اهم شيء. اساليهم اذا الولد مش عم يضحك اذا الولد مش عم يلعب ما في معنويات. مثلك انت بس تمرضي مثلي انا بس امرض اذا قعدنا ومغمومين كل الوقت بصير يزيد المرض بحس يعني حسب الناس اللي محاطين فينا. وهيدا وهيدا المعروف بالتشيلدرنز كانسر سنتر يعني. ولاحظ الي لما كان عم بيصور انه ما حس شيء على طه
انه كل الوقت ضحكوا ومزحوا مبسوطين يعني. وكمان هلا ضيوف ببيناتنا اللي رح تحضرون معنا ما حسينا بشيء يعني، قاعدين عم نكت كل الوقت نحن وآلي. شار... بس هون كمان بهذا الموضوع نحن غير تقديم العلاج المجاني كمان في عنا بارت يلي بيركز على هيدي الموضوع صح، يلي هو العلاج النفسي كمان للاطفال بشكل خاص وللاهل اكيد حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع الاطفال، لان بالنهايه النفسيه كثير بتاثر على العلاج. نعم يعني بالعكس، مش انه لان مجاني يعني هو اقل من غيره، بالعكس معروف السنتر عندكم انه هو من احسن واكثر تقنيات جديده. مزبوط، بنسبه شفاء عم توصل لل 80 وحتى ل 92 ببعض انواع من السرطان بالمية. نعم، لكن شو بدنا نذكر العالم اليوم؟ اهم شيء الهوم سويت هوب كامبين يلي العالم فيها تشتري البطاقات اونلاين عبر الويب سايت يلي عم تمرق على الشاشه اللي هي www.homesweethope.cccl.org.lb. فيهم يفوتوا كمان على cccl.org.lb ويفتشوا جوا في بانر، اذا بيكبسوا عليها بتحولهم على الويب سايت الكامبين او عبر الستاندات اللي حاطينهم نحن ببعض بالاسواق بيروت او بالمول دبي. نعم، او حتى عبر فروعة او ام تي كمان فيهم يروحوا يشتروا التيكتس من هونيك. وبالمركز اكيد، واذا حدا اي حدا عنده استعلام في تلفن على تليفون المركز 70 35 15 15. يعني ما بعرف شو بدنا نقول لهم للناس اليوم. لازم نذكر انه غير هيدي الكامبين وغير الاس ام اس كمان خلال السنه طبعاً. مش يعني بتوقف تبرعات يعني، العالم فيهم يضلوا. مزبوط، فيهم يضلوا يتبرعوا في برامج. الويب سايت دائما موجود، الرقم التليفون دائما موجود. اي في برامج مستمره خلال السنه بالمدارس السنة. كمان ووين ما كان بالمدارس في، وحتى الاشخاص اللي بيحبوا يتبرعوا على شكل مستمر يعني كل شهر في عنا بروجرام اسمه جيف هوب، هذا لكل الاشخاص اللي حابين يتبرعوا صح. شهريا كمان اي حدا بحب في تلفن على هالارقام وبنشرح له اكثر عن البرامج يلي معقول تناسبه للشخص. نعم، لان اكيد بتناسب الاشخاص من اي ميزانيه بيقدروا الجيف هوب هو بيتحول تلقائيا يعني يمكن مصاري لعند للسنتر للسنتر بطريقه نعم. شهريه مستمره يعني اون جوينج يعني بيقدر الشخص هو يتبرع كل شهر وبيقدر يحولها توطين على البنك. البنك عبر البنك رح تزورهم على العيد الي؟ ايه تاخذني معك؟ يس طبعا. اهلا وسهلا فيكم شارل حلو، اهلا وسهلا فيك الي، مثل انت من اهل البيت على كل حال. انا بدي اقول لكم مشاهدينا اشتروا بطاقات كثير، السحب ب 25 الشهر، انا بلاقيكم بعد البريك.